فتنفيذا للتعليمات الملكيه الساميه ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وفي اطار التنزيل ديال توجيهات السيده وزيره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه، حرصت الوكاله الحضريه على اتخاذ واحد المجموعه من الاجراءات الهادفيه الى ضمان مواكبه افضل لمغاربه العالم خلال مقامهم الصيفي في اطار عمليه مرحبا. وهنا سمحتوا في اطار هذه الاجراءات نشير البعض منها، وان الوكاله الحضريه كتوفر على خليه دائمه لاستقبال مغاربه العالم، وهذه الخليه كنشتغلوا حتى طيله ايام الاسبوع بنظام مداومه وبما فيها يوم السبت. اضافه لهذه المساله هناك شباك للتواصل تم الاحداث ديالو على مستوى منطقه العبور بمطار مراكش للنار الدولي، واللي كتساهم فيه ايضا مكونات الجهويه ديال الوزاره. الغايه ديال هذا الشباك هو تقديم الارشادات والتعريف بالمجهودات وبالمهام اللي كتقوم بها الوكاله الحضريه، ثم التعريف بالمنتوج الجديد لدعم السكن، واللي الحمد لله واضافه ايجابيه اللي مساهمت في توفير واحد المنتوج للمغاربه، ولاقي الحمد لله لحد الان واحد استجابه مهمه. ثم ايضا هي بمثابه فرصه للتعريف بالمستجدات التنظيميه اللي صدرت، واللي لا باس من اننا نشير البعض منها، على مستوى مثلا تسويه ديال المباني الغير قانونيه، على مستوى الجهود المبذوله لتبسيط مسطره البناء بالعالم القروي، كما لاحظتوا كما جاء من تساؤلات ديال واحد العدد كبير من الافراد مغاربه العالم كيتسائلوا على الوسط القروي، اشنو هما الجهود اللي دارت، اشنو هما الاجراءات اللي تم الاتخاذ ديالها. اضافه الى هذه المساله كان نجد ايضا ان هناك واحد المجموعه ديال الخطوات على مستوى الدراسه ديال الملفات وديال التدبير، وهي خطوات جد ايجابيه من حيث الدراسه القبليه للملفات، لا من حيث اعاده النظر في طبيعه الملفات. هناك مساله اخرى لابد من الاشاره اليها، هي ان مذكره المعلومات التعميريه تسلم في الحين لمغاربه العالم، كما كتلاحظوا هناك منصه رقميه كتمكن من توفير المعلومه في الحين، وجميع خدمات الوكاله هي مرقمنه 100%.